سعداء بتجديد لقياكم مشاهدينا الكرام، ونسلم عليكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. أولادنا هم أمانة عندنا، أولادنا أكبادنا يمشون على الأرض. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. صدق الله العظيم. أحبابي المشاهدين الكرام، في هذه الحلقة سوف نتحدث عن قيمة الأبناء كنعمة عظمى أعطاها لنا الله سبحانه وتعالى، وكيف نحمي هذه النعمة، وكيف يمكن أن نعطيها نوع من التربية المباشرة ونكون قدوة لهؤلاء الأبناء. عسى أن تنفعنا القدوة وتنفعنا كذلك تربيتنا لأبنائنا، لأننا مسؤولون عنهم. لنتحدث في هذا الموضوع نستضيف الدكتورة الكريمة الفاضلة ليلى بشرى شمعو الفهراوي، أستاذة بكلية بن مسيك بالدار البيضاء، واعظة وكذلك مربية. أهلا بك أستاذة كريمة. أهلا، شكرا أختي. وكما صدرت الحلقة بأن أولادنا هم أكبادنا يمشون على الأرض، وكلنا يحب الاستمرارية، إلا أن هناك مرحلة سوف نرتحل يعني إلى الرفيق الأعلى، لا أحد سيبقى حيا، لكن استمراريتنا تكون بأبنائنا. فكيف يعني أبناؤنا يكونوا صالحين يدعون لنا بعد مماتنا؟ يعني إذا مات ابن آم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. وكيف نحقق هذه الرحمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى بين عباده، خصوصا لأبنائنا؟ نبدأ في الكلام عن الطفل. الطفل اهتم به الإسلام اهتماما كبيرا وأعطاه عناية كبرى، والله سبحانه وتعالى جعلنا هاد الأطفال نور أعيننا، وكل أب وأم يريد أن يكون له طفل أفضل منه. نعم. ليس شبيها له، وإنما أفضل من كل امرأة وكل رجل يتمنى أن يكون طفله أو طفلته أحسن منه خلقا وأخلاقا، ويتمنى له أن يكون له مستقبلا ظاهرا في حياته بدون أي معوقات. يقول هو صلى الله عليه وسلم بالنسبة في هذا المجال، في بالنسبة للطفل، يولد الطفل على الفطرة، على فطرته، يولد المولود على الفطرة. فطرته. نعم. أباه يمجسانه أو ينصرانه أو يهودانه. لم يقل يسلمانه. لا، لأن الفطرة السليمة هي الإسلام، خلق عليها وجبل عليها، إلا أن التربية هي التي تحول هذا الطفل إلى اتجاه آخر. إذن معنى هذا أستاذتي الكريمة أن المولود يولد على الفطرة، يعني الجانب الخير موجود، لكن نعم، ربما ينتقل إلى الجانب الشر إذا لم نحسن تربيته. نعم، فطرة الله التي فطر عليها الناس، هي هذه الفطرة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. حسن التربية، كما أن المرأة عندها حسن التبعل، هي أيضا مسؤولة كما هو زوجها مسؤول عن تربية هؤلاء الأولاد، والأم كذلك مسؤولة. نعم، عن تربية مسؤولة المرأة وزوجها، كلاهما لهما دور كبير في تربية هذا النشأ، لأنهما إذا أحسن تربيتهما سيكون لهم حظ كبير عند الله، سيجزان على ذلك. حتى إن كما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، إلا من ثلاث، إحداهما ولد يدعو له، ولد صالح يدعو له. نعم. ليس أي ولد، وإنما بشرط أن يكون صالحا. والصالح هذا هو الذي يحاول الآباء والأمهات المؤمنات الصالحات الصادقات أن يحرصن على أن يكون أبناؤهم صالحين، من أجل أن يكون لهم يوم القيامة ذخرا، ويكونوا يدعون لهم. والأب والأم إذا توفيا
في وهما في عند الله وفي الجنان. طبعا أن المؤمن والمؤمنة يكونان في الجنان هذا بوعد من الله باعتبارهما يكونان على شريعة الله وعلى دينه. فالصالح من الأبناء هو الذي يكون له عند الأم والأب حظا كبيرا. الآن العالم كله يهتم بالطفل، ولكن الإسلام جاء قبل ذلك. كما كان الاهتمام عصريا حول المرأة، الإسلام فيما مضى قبل الجاهلية كانت مرأة كانت البنت تؤد. لكن الله سبحانه وتعالى رحمها بوجود الإسلام وأدل على ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه. سيدنا عمر رضي الله عنه حينما دخل الإسلام ظل يحزن على ما فعل في الجاهلية، لأنه كان يئيد البنت، كان يئيد بنته وأدب بنته، كانت جميلة وكانت تزيل الغبار عن أبيها. فسيدنا عمر حزنك في نفسه وكان يقول شيئين في الجاهلية، أحدهما يحزنني والآخر يسرني. الذي يحزنني هو أن كانت لي بنت فوأدتها، والذي يفرحني هو أنني كان لي إله من تمر وكنت إذا أصبحت أكله. هذا يضحكني، هذا ما يضحكني. كيف كان يتعامل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلمه مع الأطفال الصغار؟ يداعبهم وكيف يوصي يعني بهم؟ المؤمن والمسلم عندنا قدوته النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته مع هؤلاء الأطفال وفي معاملته مع كل الخلق. وكان أنس بن مالك جاءت به أمه وهو طفل صغير ليخدمه. هذا دور الأم الذي ترى مصلحة ابنها. عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيربيه ويحسن تربيته ويعيشه عيشة إسلامية صرفة، فأتت به فرحة مبشورة إلى أن يتقبله النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه. وهذا حظ كبير بالنسبة لهذه الأم، هذا حظ كبير لها في الإسلام. كان لا يعاتبه أنس بن مالك، طفل صغير حينما كبر خادم رسول الله وسلم حافظ سره. لا حافظ سره هو حذيفة بن اليمن، واللي كان حافظ سر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من جانب آخر. كان هناك طفل آخر كان يلاعبه اسمه عمير. عمير كان له عصفور كان يلاعبه، فكل مرة كان يمر به النبي صلى الله عليه وسلم يقوله يا عمير ماذا فعل النغير؟ فمرة مات النغير، فإذا برسول بكى الطفل وحزن، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم جاء يواسيه، لأن الطفل على الفطرة يحزن كذلك ويحب كذلك ويرغب في أشياء. ولا ننسى كذلك حينما يعني نزل من فوق المنبر وكان الحسن والحسين يتعثران في أبنائه. أبناء مولاتنا فاطمة حسن والحسين يعني. وأمامة كذلك. بنات. إذن هذا الرحمة التي كان يتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يدعو باقي المؤمنين بالاتصاف بها يعني مع أبنائهم. ولعل هناك من يجيب من السادة المشاهدين قل أنا أرحم أبنائي، أنا أعولهم أشتري لهم، يعني يدرسون في مدارس كاثوليكية باهظة الثمن كذلك. ولكن نقول هذا تدجين وليس رعاية. الرعاية يجب أن تكون بالروح بالنفس، بأن نعطيهم مبادئ الدين، يعني نعلمهم على الأقل الصلاة في وقت مبكر. ينشأ الطفل على ما عودها عليه أبوه. الطفل إذا وجد أباه وأمه يصليان وإن كان صغير السن يصلي كذلك، يلاحظ ماذا يفعل أبوه ما تفعل أمه. وإذا كان على العكس كيف ينشأ الطفل؟ ينشأ الطفل إذا وجد مثلا أباه في حالة مثلا يدخن
أو أمه في غنى عنه لا تهتم به تتركه للمساعدة، هذا الطفل لا يستفيد من حنان نعم. أمه، وهو الذي يكون محتاجا إليها، فعطفها عليه ومحبته لها تكون علاقة رحيمة بينها وبين هذا الطفل. الآن الأوان أن نلتفت إلى أبنائنا يعني صحيح. بالرعاية نعم. الشاملة نعم. كما ليس فقط والدينا تماما ربونا على الدين وعلى التقوى وعلى الاحترام وعلى التقدير وعلى تعظيم الأستاذ والاحترام وتقبيل يده، بل تقبيل رأس المعلم أو الأستاذ. الطفل ينشأ على هذا، حينما يكبر يجد أباه وجده الناس الكبار من السن يقبلهم ويحترمهم ولا يقول أمام كلاما. واحد لقفة هنا الله يفتح عليك للا بشرى شمعو، عاد صوبت واحد الحلقة على بر الوالدين ودابا الآن رجعت يعني هاد الحداثة تنهزوا الوالدين ديالنا وتنعملوهم في دور رعايه ما عليهم ان داك الجد والجده في البيت راه شي حاجه كبيره للوليدات، راه تراث انساني قائم بذاته فعلا الحوايج ديال الطفل الطفوله وفي الصغر، كيفاش كنتي كتشوف ماما كل بابا كل جدك ولا جداتك كيفاش كانوا كيحيطوك بالعنايه وبالاهتمام ويسولوك. الوالدين اللي ما كانوش كيهتموا بوالديهم كيفاش غادي يقرا الطفل؟ كيفاش غادي يستافد هذا الطفل؟ كيفاش غادي يخرج هذا الطفل؟ ملي كيخرج الطفل هكذا كانوا والدينا كيتعاملوا معنا، ما كنخرجوا من مدارسنا حتى كنقبلوا واليد اولى ابائنا وكنطلبوا منهم الدعاء عاد كنمشيو للمدارس ديالنا باش ربي كيصلح الذريه. والا لاله بشرى كيف نعلم ابنائنا محبه الله ومحبه الرسول؟ وبغيت غير من الامثله من عندكم، انتينا بنت الزاويه. الحمد لله الطفل ملي كينشا في واحد البيئه زاويه او مسجد يقرا القران، يذهب الطفل صغير وهو يقرا القران مع ويحفظه، لان الطفل التعلم في الصغر كنقشي على الحجر، كيقدر يجالس هو على الذكر ما يستطيعش يذكر، وانما كيتصنت كيسمع دوك الامداح النبويه ودوك القصائد اللي كتمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذاك المدح كيجعل الطفل كيتنور وكيتزهر وكيدخل لقلبه اكيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، يسقى بنور الله من خلال ما يسمعه في تلك المدائح نعم وفي تلك المجالس. لذلك عندنا شيوخنا الذين ربونا كشيخ سيدي حمزه قدس الله سيرته كان يقول لنا جيبوا ولادكم لهذه المجالس باش ما يضيعولكمش في المستقبل، يضيعوا معنا يمشوا في الطيارات اللي حنا في هذا الزمان. ونتيجه هذا حنا شفنا الحمد لله، حنا كنشوفوا الان دابا اطفال ديالنا واطفال العائله ديالنا والاسره ديالنا واخواننا في الله كلهم ما شاء الله اطفال ناشئين على عباده وتقوى وانهم مؤدبون ومخلقون اطفال سبحان الله. لانهم علاش في عوض غادي يمشي طفل يبقى جالس غير كيلعب عطيه اللوعه يبقى غير يلعب ولا قدام شاشه التلفزيون اللي غتهلكو في عيني وفي نعم وفي هاد لي بروغرام ولا الالعاب الالكترونيه التي تدمر الطفل والو ادمغتهم ونفسيتهم ما عندوش شي نتيجه من داك الشيء ما كتسبب حتى شي حاجه. ملي كيجلس في الحوض ديال الذاكرين ونجلس معاهم تسبوا ربي على جيلاته ويجلس يتصمت حتى هو كيتبت ما كيبقاش داك الطفل غير كيجري وما عنده والو. يمكن خليه يجري ماشي مشكل، طفل كيبقى طفل ولكن كيسمع داك السماع وداك الشيء كيدخلوا في القلب ديالو لانه على الفطره. فعلا هذا الشيء اللي قلنا الفطره اللي النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا بها ان نعم. الطفل يولد على الفطره هي هذه. اذا دخلتي المجلس ديال الذاكرين كيولي مع الذاكرين، دخلتي مع مجالس الغافلين كيولي مع مجالس الغافلين. تماما تنشكرك لاله الاستاذه الكريمه على هذه الحلقه المتميزه، ومع الاسف الوقت اخذنا ولا زال في جعبتكم ما تغنون الساده المشاهدين الكرام، يعني بهذا الحماس ديال الرغبه فان وليداتنا يكونوا ان شاء الله دعامه للمستقبل، مستقبل هذا البلد الامن باذن الله تبارك وتعالى. نتمنى الله سبحانه وتعالى ان الاباء يفهموا هذه المساله هذه على ان رعايه الاطفال ماشي تدجين الاطفال فقط، نعطيهم مال
مال أو لباس أو آخر يعني صيحة ديال الهاتف أو غيرها، بل الرعاية هي المحبة، الرحمة، الحانية، وكذلك القدوة الحسنة، ونجلسهم في مجالس الخير ومجالس الذكر ومجالس العبادة، عسى أن يكونوا إن شاء الله على قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أحبابي المشاهدين الكرام، نشكركم على حسن إصغائكم، نتمنى ألقاكم في حلقة قادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته، إلى لقاء قريب بحول الله.